بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب. قبل ما نبدا حلقتي النهارده، بنحب نهني الشعب المصري كله بهذا اليوم الجميل، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل عام وحضراتكم بخير. قبل ما نبدا الحلقه، بننوه لحاجه مهمه، ان بناء على طلب الساده المشاهدين في تكملة الحوار أو الحديث مع دكتور محمد الرفاعي، ده اللي خلانا استضفناه النهاردة، لأن الحلقة اللي فاتت كانت حلقة شيقة وحلقة جميلة وحلقة مفيدة في نفس الوقت. حلقتنا السابقة كانت عن علاج الغضروف بدون جراحة مع دكتور محمد الرفاعي، استشاري التأهيل وإصابات العمود الفقري. في بداية حلقتي بنرحب بحضرتك دكتور محمد، وأهلا بيك في البرنامج معانا. الله يسلمك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين والسادة المشاهدين بخير. وأولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه. بمناسبة المولد النبوي الشريف، فأنا بهني الأمة الإسلامية كلها بهذا الميلاد، وإن شاء الله تكون حلقة شيقة وكل يستفاد منها بإذن الله. إن شاء الله يا دكتور. تفضل. في حلقتنا اللي فاتت يا دكتور اتكلمنا عن علاج الغضروف او تأهيل الغضروف بمعنى اوضح بدون جراحة. تمام. النهاردة هنتكلم برضو في نفس النمط بس في شق تاني خالص، وهو علاج غضروف الرقبة. تمام. فانا عايزة اعرف من حضرتك، غضروف الرقبة ده زي غضروف الظهر العادي ولا بيختلف عنه؟ فانا عايزه اوضح مع الساده المشاهدين دلوقتي حضرتك هتكلمنا فيه، تقول لنا ايه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غضروف الرقبه ده موضوع اصبح فيه مشكله كبيره جدا، وبيعاني منها كتير جدا من المواطنين والساده الحب. اصبحت المشكله يمكن في اخر البحوث كل اربعه فيهم ثلاثة فيهم عندهم غضروف. أيا كان الدور بتاع الغضروف، ولكن غضروف الرقبة بالذات أو الغضروف العنقي بالذات مشاكله جامدة جدا. كثير طبعا. أولا بينتج عنها ألم ممكن يكون في أطراف الصوابع. يعني أجي أمسك مثلا كوباية الشاي، أو الإنسان يجي يمسك حاجة أو ألم. أي حاجة. ممكن أجي أمسك ألم، ما اعرفش امسك الالم بايديا، او لو مسكت الالم بشويه صغيرين الايديه تنمل، يبقى الايديه بتنمل، او مسكت كوبايه الشاي ممكن تقع من ايدي مش عارف اتحكم فيها. دي مشكلته في النرف بتاعه، يعني العصب بتاعه مش قوي على الحركه نفسها. تمام. ينتج عليه بقى الام في الاطراف. ده اول اعراض بقى بتبدا تبان، يبقى احس ان انا عندي الم في الاطراف. يطلع الالم ياخد تدريجي، هو طالع بقى على كده ياخد الساعد معايا. احس ان الساعد عندي بقى فيه الم. احس بقى خلاص الالم طلع لفوق وطلع في الكتف. هنا في المنطقه دي الالم ما بينيمنيش، لان في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. والساعه البيولوجيه دي دايما بتيجي في اخر الليل، بتيجي في الشوط والفجر. يعني صاحي كده من الساعه مثلا 2 بالليل تيجي في النقطه دي. يبدا بقى هنا الساعه البيولوجيه دي، تبدا المغص يبدا هنا بقى. احس ان دراعي مش طايقه، اشيل فوق مش طايقه، احط دراعي لتحت مش طايقه. خلاص دراعي كده بقى فيه مشكله، ولو وما ينامنيش النوم خلاص اتمنع النوم. دي الشكوى الاساسيه يا دكتور. فعلا دي شكوى جامده جدا. ليه بالليل تحديدا، من اول بدايه الليل كده او بعد ما انام بشويه اقوم بتعب رهيب في كتفي في دراعي؟ حضرتك فعلا حضرتك في الساعه البيولوجيه دي جميع الامراض تظهر فيها. ايوه طبعا. يعني هي بتاع الايه، شويه اللي قبل الفجر. كل الناس اللي عنده مشكله تبدا تظهر في المنطقه دي. حتى في وقت العلاج دايما كل المرضى يشتكوا منها، ده انا بصراحه كنت طول النهار زي الفل، بس جيت بقى من الساعه 11 او 12 بالليل، او عدى 12 بالليل الساعه 1 لسه الالم بقى. الالم بدا فعلا دي الشكوى الاساسيه، وراح الصبح لوحده. يعني الالم جه وراح لوحده. فدي مشكله بتنتج من الفقرات العنقيه. يعني الفقره او اتحركت تمام، وهتبقى ظاهره كبيره في الفتره اللي جايه، خلي بال حضرتك. وطبعا اطفالنا الصغيرين لابد المحافظه عليهم في النقطه دي، لان هيبدا يشتكوا منها. وبيعملها حمايه تسليك، وطبعا انا ليا تحفظ على النقطه ديت. يعني المشكله في الفقرات العنقيه. رجع الفقره مكانها والغضروف هيرجع يفتح العصب، ودي المشكله الاساسيه.
حضرتك جاوبتيني على سؤالي اللي انا كنت هسأله حالا، الاعراض اللي بتظهر على مريض او مصاب غضروف العنق او غضروف الرقبه بمعنى اصح. تمام. طيب في زي حضرتك ما قلت حاجه مهمه جدا، ان في ساعه بيولوجيه فعلا بيصاب فيها بيتعب فيها الانسان جدا، وهي الساعه بتاعت تقدم الليل او اول بدايه الذوق، يعني انا هدخل انام فسبحان الله هو الالم ما بيظهرش غير في الوقت ده. طيب في الوقت ده انا في بيتي اهوت مصابه غضروف رقبه او عنق، حسيت بالم شديد جدا في منطقه الظهر، الكتف، الرقبه، صوابعي، كل ده. طيب في الحاله دي قبل البيشن ما بيجي لحضرتك المكانه، طيب حضرتك بتقول له ايه او ايه اللي ممكن يعمله عشان بس يخفف الالم عبال ما يقوم من نوم الصبح ويوصل مثلا لحضرتك؟ افضل حاجه اللي ممكن تحصل او ممكن تنعمل في الوقت ده عمليه التبريد. بمعنى يعني بمعنى الواحد عنده ثلاجه في بيته، حط ما عندوش ثلاجه اي ثلج، يحط كيس في الفريزر هيبقى ثلج. تمام. الكيس لما يبقى ثلج احطه على منطقه الرقبه، بيعمل انقباض في الاربطه في الليجمنت عندي، ياخد الغضروف لورا، يعمل انقباض في الفقره، ياخد الغضروف لورا، يخفف لي الالم درجه. تمام. يعني انا ممكن لو الانسان مثلا مريض وعنده دراع وينمل، من الافضل ليه ان ياخد الرقبه لورا للخلف، لان الامام بتقفل العصب. أيوة. اخد الرقبه للخلف. ودي بينتج عنها كتير مثل الاعمال الكتابيه. ايوه. تمام. لما انا اخد الرقبه للخلف بفتح الفقرات العنقيه مع التبريد، تقرب لي المشكله، وانا بمنع فيها الحراره. خلي بالك حضرتك، لان الحراره هترفع لي درجه الاصابه، لان هتبقى مسكن في النقطه دي. خلي بالك من النقطتين دول، لان انا لو انا اشتغلت بالحراره بتحفظ او بتفتح المحفظه اللي هي بتتخزن الرشح الداخلي او الهيلنج بتاعي. الرشح الداخلي اللي ينتج عن ايه؟ عن احتكاك الفقره، او لان الاثنين قربوا بعض، الفقرات من بعضيهم، فبيحصل هم قربوا. الغضروف جه ازاي؟ فقره ضغطت على الثانيه. ايوه. تمام. خرجت الغضروف ما بينهم، لسان الغضروف راح طال العصب. تمام. حسيت انا بالالم. دكتور معلش بدون مقاطعه حضرتك، معانا عبد الرحمن من الشرقيه. اهلا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ممكن اكلم دكتور؟ اتفضل معاك. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك. انا عندي عمتي عندها غضروف في الفقره الرابعه في القطنيه، من 3 شهور كده. تمام. ولعند الان يعني كشفنا ليه وعملنا اشعه رنين والغضروف الوقت جاب لها يعني الرجال ما عادش بتقدر تمشي عليه. تمام تمام تمام. ما بتتحركش خالص ولا حاسه بيها، لعند درجه ما مش حاسه بيها وهي بتنام. رحنا لكذا دكتور، في علاج برضه مسكنات وبرضه مش مرتاح عليه. تمام. مش عارفين صراحه نعمل ايه. لا الموضوع سهل اكتر من كده، يعني ما الموضوع مش شائك قوي بالطريقه اللي انت بتتكلم في حضرتك، ولكن اللي وصل المرحله دي ايه؟ كثره التسكين. يعني هي خدت مسكن، فخدت مسكن اعلى. التسكين كل ما بعلي الجرعه معايا. تمام. كل ما برفع درجه الاصابه، انا ما بعالجش، ده انا وصلت لحد صوت قدم كامل زي الحلقه اللي فاتت. وده اللي حضرتك قلته في الحلقه اللي فاتت، ان كتر المسكنات فعلا بتؤدي للالم اكتر. للالم اكتر، لانها بيرفع لي درجه الاصابه. تمام. يعني انا كنت في الاولى. تمام. وداني هو الثالثه. خلي بالك، وانا قلت الكلمه دي لازم بس الناس كلها او المشاهدين كلك يعرفوا النقطه دي مني. ان المسكن كتره بيعكس الخليه، يعني بيضغط على الخليه نفسها عشان تسكن الالم، وانا مش عارف انام. ايوه. تمام. كتر التسكين، احنا على فكره في مشكله جامده جدا، ان ازدادت في الفتره اللي احنا فيها وحدات غسيل الكلى. بقت مشكله زايده جدا، وكل الارياف والقرى، وانا راجل من الارياف، الارياف والقرى والكلام ده كله بيتكلم على وحدات غسيل الكلى. ما كانش في الكلام ده، كنا بنسمع عن اللي بيغسل ده، ما كانش بنسمع عنه خالص. ده من كتر العلاجات مسكنات اللي على الكلى طبعا بتاثر، لان المسكن بياثر على الكلى وبياثر على الكبد. اكيد طبعا. وبياثر، بيعمل اول ما بيعمله بيعمل قرحه معده. أكيد. يعني يمنعني الاكل اللي كنت باكل كويس، فكتر ما بسكن كتر المشكله بتزيد عندي، ان ما بيحلش مشكلتي. لا بالعكس، ده انا برفع درجه الاصابه. تمام. تمام. فالمشكله ان الحاله اللي هو بيسال عليها طبعا هي سكنت اعلى، طلع الغضروف في مكانه اعلى، ضغط على العصب اعلى، او ضغطت الفقرات على نفسها. أيوة. اعلى. تمام. فضغطت العصب وقفت العصب، خلت الاشاره العصبيه اللي نازله من المخ واقفه، مش راضيه توصل الطرف نفسه او الرجل، خلاص اسحبها. ما خلاص السلك انقطع، هتوصل ازاي؟ هتمشي ازاي؟ ودي مشكله طبعا بناخدها في الجلطات والكلام ده، في حته تاهيل الجلطات، نوصل العصب ليها. طيب معانا استاذ عبد الله برضه من الغربيه. اهلا استاذ عبد الله، اتفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله يا فندم، حضرتك منور الشاشة يا دكتور والله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا أستاذ عبد الله. أنا عايز أقول بس للمشاهدين وكل واحد بيبص علينا إن أنتوا بتتفرجوا دلوقتي على راجل مخترع. راجل ما جاش في الشرق الأوسط حد بيعالج بظروف بدون جراحة زي حضرته. تمام؟ الله يبارك أنا فيك. أنا بنفسي كل واحد من أهل الدايرة الانتخابية بتاعت حضرتك يا دكتور ينتخب الراجل دوت، لأن الراجل ده مخترع بيفكر بره الدايرة. الله يبارك فيك. راجل شغال بالنظام القديم، راجل عنده اختراعات بفضل الله مش موجودة على مستوى الدايرة بالكامل. حضرتك زي ما بتشرف الناس وبتعالج الناس في الغضروف بدون جراحة، ودي حاجة أنا أتحدى أي حد على مستوى الشرق الأوسط إن عنده خبرة في موضوع العلاج بالطريقة دي. الله يبارك فيك. لأن حضرتك يعني ليك فضل عليا في موضوع علاج الغضروف، يعني لو غبت العمر كله مش هوفيك حقك في النقطة دي. الله يبارك فيك يا حبيبي، الشفا ده بيد الله عز وجل، بيد ربنا. حضرتك كنت سبب فيه، تمام؟ فإن شاء الله يا دكتور بنتمنى لك النجاح، وبنتمنى لك لأن أنت يعني هتوصل بالدايرة بتاعتك للعالمية، لأن أنت راجل بتفكر بره الدايرة، راجل مخترع. الله يبارك فيك. راجل عندك عقلية مش موجودة. الله يبارك فيك. متشكرين. هو عموما هو شكرا استاذ عبد الله. الشفاء ده بيد الله عز وجل، احنا اسباب فيه في الارض، فالشفاء بيد الله وبنيه صاحبه، يعني ان شاء الله يريد ربنا ويبقى تسهل علينا. فمتشكرين يا استاذ عبد الله. بنشكر استاذ عبد الله على تواصله معانا. وبنرجع لحديثنا دكتور، احنا قلنا حضرتك قلت في نفس الشق اللي اتكلم فيه الاستاذ عبد الله دلوقتي، حضرتك كنت حالا بتتكلم فيه اللي هو المسكن الطبيعي اللي هو مش علاجي مش دوائي بمعنى اوضح. تمام. كن انا باخد مواد البروفين او الكورتيزونات او الحاجات اللي هي فعلا مسبب يعني مسكنه قويه قوي، تمام؟ فدي فعلا بتزود الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا عندي هاتي لي واحد مصاب بالغضروف ما عندوش قرحه معده. لا شور طبعا ما حدش بيتكلم طالما بقى غضروف ملتزم على قرحه المعده. أكيد. انت جاله غضروف نهيته من اللقمه. معلش يا دكتور انا مع احترامي لحضرتك، هو الانسان في الوقت ده بيبقى معذور، الالم شديد، فحضرتك نوهت الحاجه جميله جدا، احنا عايزين نفسرها بتوضيح اكتر للساده المشاهدين دلوقتي. حكايه الحاجه اللي ما بتكلفناش حاجه وهي مش علاج دوائي خالص، يعني مثلا كيس ميه او ثلج او ميه ساقعه من الفريزر بتتحط على المكان فبتقلل نسبه الالم، دي حاجه جميله جدا. ما ليه ليه اللي استخدمنا الثلج ما استخدمناش الحراره؟ مع العلم ان ممكن يكون في العالم بره بيستخدموا الحراره. تمام. الفقرات ناتج الغضروف جه ازاي اصلا؟ انا جالي غضروف ازاي؟ انا جاي على نفسي ما جالي غضروف ازاي؟ الفقره ضغطت على الفقره الثانيه اللي تحتيها اللي تليها. تمام؟ لان الجاذبيه الارضيه اللي قوه التسعه اللي هي بتثبتنا تمام على وجه الارض نفسها، وطبعا دي حته ثانيه بره الصندوق زي ما الراجل بيقول، لان الارض بتجذب كل شيء. فانا الجذع بتاعي بينجذب لتحت. فاللي فوق بتنزل على اللي تحت. تمام؟ بتخرج الغضروف من مكانه. خلاص؟ بالتالي الفقرة قربت للي تحتيها. أيوة. فينتج عنها احتكاك. الاحتكاك ده بيعمل لي هيلنج رشح. الرشح ده بيجي فوق الفقرة بالظبط، انا لو حطيت الفقرة بالطريقة ده ايه بيجي فوقها بالظبط كده ويعمل بقرة. البقرة دي او تمتص الدم اللي خارج عن الرشح. أيوة. وتعمله بقرة هنا في المنطقة دي. تمام. انا لو سخنت هنا انا بوسعت البقرة. انا ما عالجتوش برضه. تمام. نفس المشكلة ده بالعكس، ده المشكلة رفعت. ليه بقى؟ لأن أنا موسعت البقرة عندي خدت بدم أكتر، بقى فيها دم أكتر من الأول. أنا مثلا لو فرضا كده قلناها مقاييس، لو هي فيها مثلا 5 جرام دم زودنا الجرعة، أنا وسعت البقرة كمان شوية. تمام. بقت فيها 8 جرام. أنا مش مستحمل 5، يبقى مش هستحمل الثمانية اوريدي طبعا. بس في حاجة، اول ما سخن ارتاح وقال اللهم صل على النبي، انا بصراحة ما كنتش اقدر. بس بصراحة الحمد لله. ده انا بقيت تمام، الموضوع ده بقى كويس وانا هسخن كمان. انت يا حبيبي ترفع درجة الاصابة بتوصل بقرة الرشح اللي عندي تمام اكبر. المساحة بقت اكبر. حاجة عند منطقة معينة او نقطة معينة حقف برضه، نفس قصة المسكن، حاجة عندها بالظبط وحقف. ليه؟ لان ما عادتش فيها مساحات الاتساع، لان هتروح فين في العضلات؟ هي خدت مثلا منطقه معينه. تمام. وقفت. تمام. الوقفان ده اللي انا بعمله ده هتقف عنده اكيد خلاص، بس المنطقه المشكله زادت، لان انا لما ريحت
عملت مشكلتين مش مشكله واحده. اولا زودت بؤره الرشح اللي عندي او النواه اللي عندي اللي بتستقبل المستقبل بتاعي للرشح. أيوة. تمام. ثاني حاجه انا اما ارتحت الفقره اسمها انزلاق غضروفي. احنا يعني بنسميه انزلاق. مفيش في الكون حاجه اسمها انزلاق او اتزحلقت مع البلد بتاعنا الا اذا كان في مكان منسوب اوطى من المكان العالي. يبقى لك رجل اتزحلقت، مفيش رجل بتزحلق في العالي، لازم تزحلق في الاسفل. طبعا في الاسفل. أيوة. طبعا طبعا. تمام. ولذلك هو اسمه انزلاق غضروفي. أيوة. يعني الفقره خدت الميل في اتجاه الانزلاق نفسه. تمام تمام. طالما الفقره اتزحلقت درجه انا سخنت درجه، فزادت عندي نسبه الانزلاق كمان درجه. تمام. يعني نزلت كمان درجه لما انا مشيت انا كويس مش حاسس بالم. تمام. فانا عدم احساسي بالالم بيخليني اتحرك اكتر. تمام. وبناء عليه انا عملت مشكلتين، فتحت البؤره وبقى في لوكزيشن اكتر في الفقره، خلاها نزلت اكتر بمستوى يزيد درجه الالم. دكتور محمد احنا معانا فيديو حالا دلوقتي ظاهر لنا على الشاشه اهوت. تمام. فيديو ده سيده عايزه حضرتك تكلمنا بقى عن الفيديو ده باستفاضه كده قدام الساده المشاهدين. تمام. الفيديو ده فيه حاجه جميله قوي. الراجل اللي هو سال السؤال يعني يكاد تكون الست عنده زي نفس الحاجه دي، بس طبعا دي اعلى مستوى اعلى. تمام. انت حضرتك شوفي رجلي بتسحبها وراها. تمام. لو انت جاتيها الناس بتوع علم الحركه بقى واساتذتنا والناس اللي تفهم النقطه دي. لو انت جيتي في المنطقه وهي بتاخد الدوران اللي عندي ده اهو، تلاقيها بقى عندها عاده. يعني ايه عاده؟ عندها عاده في لف مشطر الرجل بالعكاز. لان المشطر الرجل خلاص ساب دي بعد خلاص ما اشتغلنا حوالي ب 10 ايام، خلاص الرجل ثابت والعكاز ثابت، ما عادش فيها مشكله خالص. أيوة. ما عادش فيها مشكله خالص، واضحه جدا يا دكتور. تمام. حتى اننا مركزين على الوضع بتاع على المشط نفسه. أيوة. يعني احنا لنا المشط مش لنا حركه الرجل، لا لنا المشط نفسه. خلاص بقى بيرفع الرجل خلاص، وصل له الكهرباء بتاعته اللي هي كانت مفصوله فين؟ اللي كانت مفصوله في الظهر. زي حضرتك ما يعني نويت دلوقتي بالبلدي قوي كده السلك المقطوع. السلك المقطوع وصلنا احنا السلك بس من الظهر. خففنا الفقره شويه. تمام. الضغط اللي على العصب ماشي طبيعي جدا. النرف وصل لمكانه بالطرف. أيوة. الرجل بقت مرتاحه خلاص. تمشي وتزيل فل. لو انت لو حضرتك الجماعه اللي بس الاعداد يجيبوا الصوره الاولانيه. شوفوا درجه سحبان الرجل قد ايه. درجه السقوط قد ايه. لا نسبه عاليه من السقوط. اكيد. تمام. ودي كانت فيها مشكله كبيره جدا ان تسحب رجل ما مش حاسه بيها كمان. مفيش عدم احساس بالقدم نفسه يعني مفيش خالص، لدرجه بقى العكاز. يعني لو تسيب العكاز خلاص. معانا اتصال دكتور استاذ طارق. اهلا يا استاذ طارق. الو استاذ طارق. الو استاذ طارق. الو. طيب حضرتك ممكن تتواصل معانا تاني يا استاذ طارق. تقريبا خط قطع فكان في اتصال. طب دكتور محمد احنا اتكلمنا عن المسكن اللي حضرتك ذكرته دلوقتي. تمام. اللي ما بيكلفناش حاجه خالص ماديه ولا بيأثر علينا في اي عضو من اعضاء جسمنا زي الكلى زي المعده، ودي حاجه جميله جدا، اللي هو موضوع التلج على المكان اللي التعبان مثلا ساي بقى من اصابع من لا انا هقول لحضرتك على حاجه. عايز اتكلم بقى دايما النقطه دي. دايما النقطه دي نقطه معلش هي فيها كم مشكله مع بعضها. بمعنى ايه؟ انا عندي تنميل في وش الرجل. جاي تنميل وش الرجل جالي منين؟ ما لو نزلت وش الرجل انا ما عملتش حاجه، انا اتكلمت في العرض ما اتكلمتش في المرض نفسه. او ما اتكلمتش في الاصابه نفسها عشان بس احددها. ايوه انا اتكلمت في العرض نفسه مش في الاصابه. هو التنميل. التنميل جه في وش رجلي. انا مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو محجوز في الظهر مش في الرجل، مش في وش الرجل. ايوه انا مشكلتي في صوابع ايدي الغضروف العنقي. مش عارف امسك، لما اجي اعالجه اطلع من فوق ما اجيش ما اشتغلش في الطرف. ما اشتغلش في الاطراف. لو اشتغلت في الطرف 20 سنه مش هيتعالج. انا ما بشتغلش كده، ما جتش يمته. انا بشتغل المشكله ان يعني في الغالبيه بشتغل على الطرف. انت ما بتشتغلش على الطرف، بتشتغل على الطرف ليه؟ ايوه عندك مشكله اساسيه في الفقرات العنقيه. احنا عرفت تحلها اساسي، حلها، حل المشكله دي. لكن انا مثلا لو جيت في الرجل في تنميل في الم. أيوة. احس ان بطن رجلي مولعه. صح. تمام. في حرقان. انا كده مشكلتي فين؟ مشكلتي في الفقرات القطنيه. الفقرات. بعد اذنك يا دكتور. ام سعيد معانا. اتفضلي يا ام سعيد. اهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم. الدكتور معايا؟ اتفضلي اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، هو الغضروف ده لو هو تعبني جدا يعني. اتفضل. بيقولوا الدكتور، في دكاتره بيقولوا ان هو ممكن ينفجر، فهل ممكن ينفجر؟ سؤال يا جميل، سؤال جميل اللي سالتيه. حاضر، هجاوبك عليه. انا عايز اعرف ان هو كان ممكن ينفجر او لا. واحنا حضرتك متشكرين لحضرتك قوي يا دكتور، احنا سامعين عنك يعني خير، فربنا يجازيك خير يا رب. ربنا يجازيكوا خير. حاضر حاضر، عايز اجاوبك عليها. حاضر حاضر. سؤال جميل قوي اللي ام سعيد سالته. اتفضل. تمام. هل الغضروف ممكن ينفجر؟ انا عن نفسي في شغلي انا على الاطلاق لا. لكن يحصل فتق في الليجامنت بتاعه في الرباط. يعني انا بيحيط الغضروف نفسه مجموعه من الاربطه. هي اللي حاجزاه وتعمل لي سوسته، يعني انا فبيت من مكان عالي زي ده لتحت، تعمل لي السوسته تاخد وتدي معايا. تمام. الليجامنت او الرباط عندي بيحفظه من الخروج. طيب انا بقى حاجه في النقطه دي. هل الغضروف ممكن يطلع مكانه حصل فتق في الرباط؟ مش انفجار خرج النواه بتاعته طلعها بره. تمام. لان في نواه داخليه. تمام، تحمل زلال زي مفصل الركبه بالظبط. تمام. لو النواه دي خرجت منها دي مشكله كبيره وما انفجرش، وخصوصا في الفقرات القطنيه. لان انا عندي الفقرات القطنيه فصوره الميل. أيوة. يعني واخده داخل العمود نفسه. يعني ده لو المنطقه دي الزلال ده اهو انفجر. هيروح فين؟ حسب الجاذبيه الارضيه هينزل لتحت. ايوه. هيقابل فين؟ يقابل الفقرات العصعصيه. الفقرات العصعصيه نفسها ده مخرج عصب، فهينزل يسدها. هنا المريض يحس بايه؟ بانفجار. لا ده النص التحتاني واقف منه. تمام. لكن المريض بيجي لي بيقول ايه؟ انا حاسس ان رجلي دي تعبان بس دي اللي سليمه. يبقى اذا في مرور عصب، يبقى مفيش انفجار. تمام. لان لكن يطلع من مكانه ويحصل فرد. خلي بالك من الكلام، يحصل فتق في الرباط ويطلع باللسان الغضروف يطول العصب. كلام مظبوط. تمام 100%. ما هو انا مشكلتنا غضروف، يعني موضوع ان الغضروف طالع من مكانه وطالع وصل لسان العصب. واخد بالك بقى اللي تعليمه سعيده يطلع بقى الالم بقى، لكن ما يجيش انفجار. لا ما يجيش، يجي فتق لكن ما يجيش انفجار. كلمه بس، خلينا نحط نحدد كل حاجه بمسمياتها صح. أيوة. انفجار يعني مثلا خرج النواه الداخليه سقطت جوه القناه العصبيه. تمام. اللي هو الزلال اللي داخلي جوه القناه. النواه اللبيه اللي بقى. يعني نزلتها لي جوه القناه العصبيه. أيوة. خلاص هتنزل تسد، ان اصلا الماده فيها لزجه. أكيد. يعني ماده مش سهله يعني ان تتحرك، هتقفل العصب خالص. يبقى هنا المريض لازم يحس بنصه. معانا ابو الخير يا دكتور من الغربيه. اهلا وسهلا ابو زيد. اتفضل يا ابو زيد. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. دكتور محمد رفاعة، اهلا بيك. اهلا وسهلا. والله حضرتك عندي مشكله في رجل الشمال بتنمل مع وجع في العمود الفقري من تحت، وجع في ظهري من تحت. تمام تمام. حاضر هجاوبك عليها. حاضر حاضر. ماشي حتى الرئيس. حاضر حاضر هجاوبك عليها. حاضر. هي دي برضه نفس اللي الراجل. طب في سؤال كمان دكتور، معلش تدخل من جمال من المنوفيه. استاذ جمال اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ بس الدكتور، انا عندي حضرتك المدام ركبتها الشمال بتوجعها، وفيه في الجنب كده حاجه زي كيس دونه وبتاع. رحنا للدكتور قال لي ده رش في الركبه. تمام. بس عندك الطب ايه ولا العلاج يكون ايه ولا الطب ايه حضرتك؟ طيب في الم بينزل بعيد عن الركبه، يعني مثلا الكيس ده لوحده في الركبه. تمام. خليك معايا بس عشان بس استفسر منك بعض الحاجات. في الم بينزل، في الم بينزل في بطن الرجل؟ لا، ساعات بتاعتي عند القدم. عند القدم من تحت، عند بيز الرجل كده. تمام. طب في الم بيجي في الفخده كده من فوق؟ لا 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 لا، خالص. من الركبه وانت نازل حضرتك، من الركبه وانت نازل لحد تحت كده. المشكله ما زالت في القطنيه مش في الركبه برضه. في القطنيه بتاعتها. ما احنا بنقول لحضرتك ان الالم لو عندك، بس انا هقول لحضرتك على حاجه بالبلدي بتاعنا كده، انت راجل بلدي، وهقول لك هلك. انا الشارع بتاعنا ده اهو كله، العيله بتاعتنا كلها في الشارع، ما عدا واحد متجوز بنتنا في نص الشارع، ده مش من العيله، ابنه مش معانا. تمام. كذلك العصب يطلع من الظهر ياخد لحد مشط الرجل من تحت، لحد صبعك الكبير.
الا الربه، الربه سكه لوحدها تمام؟ أي. حتى علاجها سكه لوحده. فاذا أي. طالما الالم نزل لحد بطن الرجل، خد من الربه لبطن الرجل، يبقى المشكله في الظهر مش في مش من الربه، ما تنتجش من الربه، الربه لوحدها بس مستقله بذاتها. الالم اللي معظم الالم حضرتك في الربه. ما هو انا انت حضرتك بتقول واخد من الربه لحد مشط الرجل. لا تحت ساعات بسيط كده في اوقات معينه، لكن الربه هي الالم فيها على طول. لا لازم نسمعها هي، عشان هي المشكله هي اللي تحددها هي، انت ما حضرتش تحددها اكتر من كده تمام. طيب. بس في حاجه، لو الالم نزل من عند الربه اللي انت نازل لحد تحت مشط الرجل، يبقى المشكله في الظهر تمام. طيب. لكن لو واقف عند الربه فقط يبقى مشكلتي في الربه، دي كلام تاني، موضوع تاني. ماشي يا دكتور، تحت امرك. تحت امرك. تواصلك معانا استاذ جمال. دكتور محمد، بنرجع لحديثنا مع بعض. طبعا حضرتك وضحت العلاج اللي هو البسيط، وقلنا سببه ايه، مش المادة السخنة زي ما بنقوله اللي هي المادة الساقعة بتعمل ايه، ووضحتها باستفاضة. طبعا انا يعني شفت حاجة جميلة جدا جدا عند حضرتك في المركز، وده اللي انا عايزة اعرضه قدام السادة المشاهدين دلوقتي، حالة احمد، قصة احمد الجميلة اللي أنا فرحانة بيه ومبسوطة جدا جدا باللي حصل معاه. ده الأول في ميزان سنوات حضرتك، ثانيا لا ده بجد هو البرنامج فيهوش مجاملات، ده حقيقة. وياريت هنطلع فاصل بس وحنجيب أحمد معانا، هو اللي هيكلمنا عن نفسه وعن قصته، إيه الطفل الصغير الجميل ده. لا تحت أمري، تحت أمري، اتكلم فيها يا رب. اتفضل.